أحبتي وأعزائي أصدقاء ومتابعي حكاية المنامة وحديث الذاكرة، ما رأيكم هذه المرة أن ندخل عالم المحاماة؟ سيكون ضيفنا في هذا اللقاء أحد أشهر هؤلاء المحامين، وهو الأستاذ خليل أديب آل عطية، وسنعرف لماذا هذه التسمية وهذه الاسمين من الآن ونحن نتحدث مع الأستاذ. شكرا جزيلا. شكرا. إذن ما قصة أديب؟ من أين جاءت؟ أديب هذا لقب لأن جدي وأبوه كانوا يعني ميالين إلى الأدب والعلم، وتعرف الأدب والعلم ديك الأيام تتعلق كلها بمسائل الدينية والمذهبية وكذا، فلقب بأديب، لقب بأديب، وجاء أديب وغطى على آل عطية. نعم. صار أحلى، ولهذا أنا سميت واحد من أولادي أديب الحين. أديب. وأنت مشهور بخليل أديب. خليل أديب. يعني. طيب طيب، إحنا ندخل دائما مع الضيف في حديث الذاكرة في المحور الأول وهو البيت العود في المنامة. البيت العود، حدثنا عن هذا البيت العود. البيت العود يعني هو اسمه عود لكن مو عود. مو عود. إيه. بس أنت صغير بالنسبة لك البيت. إيه بالنسبة للبيت أكيد صغير. أكيد يعني أنا كنت صغير. أين كان؟ هذا كان سلمك الله في فريق المخارقة، وين بيت السيد هاشم توبلاني لاصق فيه، وبيت السيد شو يسمونه نسيت، السيد الله يرحمه كان يشتغل يثبت أراضي. سيد رضي ولا؟ لا سيد رضي هني. فهذا قعدنا فترة الحقيقة أنا كنت صغير فيها، يعني ما أتذكر ما الحين طفت السبعين ما قاعد أتذكر الـ 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 هذا الكلام في الخمسينات كان طبعا. خمسينات خمسينات إيه خمسينات في الخمسينات وأقل من الخمسينات لأن أنا 45 الميلاد. طيب من كان معك في البيت العود هذا بغير الوالد والوالدة؟ كان ياي محمود أديب ويانا، يعني محمود أديب السماهيجي اللي أبوي يصير خاله، وكنا عايشين ويعني الاثنين عايشين كل واحد في حجرة ولدي بس عائلة واحدة إلى سنين، بعدين تغيرت الأمار، كل واحد قرر ياخذ بيته بروحه، فإحنا جينا المنامة وهو راح بيت عمه اللي هو بيت علي السماهيجي. في وين؟ بيت علي السماهيجي اللي في فريق الحطب. يعني ما زلتوا في المنامة؟ إيه طبعا في المنامة. طيب شنو كان يشتغل الوالد قبل ما ندخل في الموضوع؟ الوالد كان متعلم طبعا، عائلة إحنا عائلة متعلمة الحمد لله. فكان في بداياته أنا ما أتذكر هالحكي، هو نقلا عنهم يعني عن الذي فتحوا مدرسة الجعفرية من مدرسة الجعفرية ومدرسة كذا، هو من ضمن المرشحين إليها بس الراتب قليل. قاموا الجانب الآخر اللي من أصول إيرانية، البحرينيين اللي من أصول إيرانية سووا لهم مدرسة يسموها اتحاد ملي إيران، مو ملي، مو ملي، لا اتحاد أهالي البحرين، اتحاد إيرانيين اللي هي كانت قرب الإطفائية للمدرسة دي. بعدين حصلوا المبنى. قبلها هذه المدرسة كانت موجودة الحقيقة يعني فارق بسيط قبل حتى مدرسة ال يسمونها الجعفرية. فالمدرسة كانت مميزة ان هي تجار الايرانيين هم اللي قاموا بها. في وين بالضبط كان موقعها؟ انا ما اعرفها. انا سمعت عنها، سمعت عنها كاتب فيها وسوها موجودة. كاتب فيها واحد اسمه ابو شهري اللي من بيت بن رجب اسمه كذا ابو شهري، علي اكبر ابو شهري ولا ما انا ما اعرف اسمه، ما اعرف ابو شهري. شهري وهو مطلع كتب ويسيس للمواتم، يسيس للمدارس تواريخها وكذا، فمبين انه هي قبل وكانت تعطي راتب اكثر من هذا. طيب هذه ما ادري 18 ما اتذكر الرقم، هاي 18 ربيه في الشهر،
هذاك يعطون 22 ربوية. فطبعا يعني 4 ربويات واجد. أكيد. طيب قلت لي الوالد شنو كان يشتغل وهو من عائلة متعلمة؟ مدرس. مدرس. يدرس. ليش احتاجوا إلى الوالد؟ الوالد طبعا لغة الأم اللي هي اللغة العربية ممتاز فيها. عند اللغة الفارسية أيضا ممتاز فيها. يعرف شوي من اللغة الإنجليزية ويعرف لغة الأردو ويعرف شيء من التركي. زين، فهذا مرغوب. المدرسة بتكون من مجموعة من الطلاب العائلات اللي عربيتها ما بتكون إلى هناك بحيث تتفهم، ودلين هم يدرسونهم ما يبون يدرسونهم. صدق في معلمين يدرسونهم بالفارسي بس هم عايشين في البحرين طبعاً. لازم يفهمون الأشياء خاصة في الرياضيات. الوالد كان شاطر في الرياضيات. وهل أنت طلعت مثله؟ تحب الرياضيات ولا اتجاه آخر؟ أنا الرياضيات أنا كان اتجاهي علمي رياضيات. بس ظروف والنصيب خلانا نروح صوب الأدبي اللي هو القانون. طيب أنت يوم صغير يعني وين درست بداياتك؟ هل كان في مطوع، مدارس، معلم؟ المطوع موجود هناك وأتذكره، بس مطوعة ما أتذكر اسمها. أتخيل كذي وأتخيل الغرشة مالت الماي اللي ناخدها ونبطل الرمان مال البحرين ونحط فيها حب الرمان. زين، ومختلطة بنات وصبيان. بس هذه يعني كذي، هذا الرمان هو اللي يذكرني بس يعني. بعدين لما جينا المنطقة فريق الحطب هني وقعدنا عند بيت الشيخ أحمد والجماعة الشيخ أحمد العصفور. الشيخ أحمد العصفور كان الله يرحمه السيد رضي الموسوي عند مدرسته فيها صف تحت، فوق قاعدة العائلة وتحت عند مدرسة. أي صوب بالضبط تذكرها؟ بالضبط على شارع الشيخ عبد الله. أنت لو تتذكر تتذكر وأنا أقول لك، أنت جاي شارع باب الشيخ عبد الله. نعم. وأنت داخل وطالع من غرب إلى شرق بالعكس، توصل إلى وين؟ توصل إلى مرزوق. تعرف مرزوق الحين؟ تمام. طوف مرزوق وانت جاي شرق. أول ما تطوف مرزوق تجيك الزرنوق اللي يدش فيه العزة إلى ماتم بالرجب. نعم. خدت الموقع؟ نعم. أولا هذا الموقع فوق بيتنا. فوق بيتنا، وهذا يعني منتهى إرادة الوالد الله يرحمه. فالعزة يدش هني قدام هذا البيت، وهذا بيت سيد رضي، هذا بيتنا وهذا بيت سيد رضي، وبيننا الشارع. فسيد رضي يعني عنده مدرسة تقول كان عنده مدرسة تحت، وكان مدير مدرسة هو قبل، وعلاقته بالوالد يعني معرفة، يعرفه زين وصداقة ودي. فوداني عنده عن الشطانة وعندي شوية سنة وشوي. بعدين رحنا، قال لي خلاص لازم نسجلك الحين في المدرسة الرسمية. انت صرت رسمي. رحنا سلمك الله إلى إدارة المعارف، تصير قدام المخبز الشرقي اللي كان فيه أحمد العمران. الإدارة دي هذه كان فيها أحمد، هذه دائرة المعارف دي كانت قبل لا تنتقل للقضيبية وتروح هناك. صحيح. دي قدامها مدرسة اسمها المدرسة الشرقية، هذه حضانة. فالشخص اللي يسجل عند الباب بيسجلوا دي، هذا جاءت الصدف أنه بعد سنين يصير محامي، ما شاء الله. يطلع تقاعد هناك يصير محامي ويصير زميلي لنا. ما تذكره من هو يعني؟ حسن السيد. حسن السيد المحرق. حسن السيد مال المحرق، وهذا أبوه عمامه بس إخواننا السنة. فالمدرسة دي مدرسة العجم فيها شيخين، شيخ سني وشيخ شيعي. في الشيخ الشيعي
يصلي وياخذ قضايا الدين ما دين مع الشيعة، وهذاك الثاني ياخذها مع السني، ولو ان السنه اللي كانوا قليلين يعني الاكثر. هذه فسيفساء المنامه يعني الكل عايش فيها. طبعا فلما رحنا هناك قال لي كم هذا عمره بياخذ علي امتحان من هالحكي، شافني غير انا هذا لين يودونهم الحضانه وهو رايح يبنقح من البيت هو في الصياحه الى ان يوصل عند المدرسه ولا يهد ابوه. انا لا كان عندي، لان رايح عندي خلفيه مدرسه ومتعلم اي صحيح واعرف وانجليزي ويرز دكات دكات از اندر ذا تيبل من هالحكي هذا. قال لي هذا ما يصير نوديه هني، هذا بروح خلي ياخذون عليه امتحان في المدرسه الغربيه اللي هي الجعفريه. فودوني هناك خذوا علي امتحان، قال هذا بعد ولا صف اول ابتدائي، هذا لازم نوديه صف ثاني ابتدائي. ابجريد سويت لك مره واحده يعني ابجريد مره واحده، لان خد شو اسمه خذوا علي امتحان. استاذ كان نائب المدير، المدير كان الاتاسي، نائب خير الدين الاتاسي اعتقد خير الدين الاتاسي، المدير كان من بيت المبارك اخو ناصر المبارك مال توبلي والجماعه ديلين، هذا اخوه افتكر اسمه ابراهيم. فاخذوا عليك تيست ورفعوك سنه ثانيه يعني حالا سجلوني سنه ثانيه. فانا ضليت في الغربيه ثلاث سنوات مو ثلاث سنوات اي، لان على اساس دخلت الصف الثاني مباشره دش الثاني، وطلعنا من الثاني رحنا الثالث زين، ومن الثالث رحنا الرابع خلاص هذا تنهي الابتدائي يعني يعطون شهاده ذاك الوقت شهاده ابتدائي ممكن تصير استاذ بعد ما شاء الله اي ذاك الوقت ممكن اذا عندك جهامه وكبر ودي ممكن تصير استاذ. ورحنا الثانوية لأن ما في إعدادي رأسا من ابتدائي إلى الثانوية ما في إعدادي. والثانوية كانت أربع سنوات وفيها أقسام يعني قسم العلمي وقسم الأدبي وقسم معلمين علمي ومعلمين أدبي ونفس المنامة الثانوية المعروفة نفس يعني. المنامة الثانوية بس المعلمين كانوا القسم الغربي يعني المدرسة الهيكلية كذي، هذه كان فيها هناك كان فيها التجاري في تجاري بعد بس من نفس المخرج نفس الصف نفس الطابور نفس كل شيء نفس الإدارة يعني على هالأساس كانت. طيب أستاذ خليل قبل ما ندخل أيضا في الجانب التعليمي خلنا في البيت العود والمنامة، من كان جيرانكم، من كان يعني مثل ما احنا نقول يعني الطفولة والصبا ربعك اللي وياك منو كانوا؟ الطفولة والصبا أنا أقول لك فيما يتعلق بالمخارقة طبعا بيت سيد هاشم التوبلاني اللي هم مثل أهل يعني سيد هاشم وهذا أولادهم الكبار أصدقاء أبوتنا، وأنا كان عندي صديقي ولد سيد هاشم الله يرحمه علوي علوي السيد هاشم يعرفونه يعني توفى بعد توفى صغير يعني وبعدين أعرف بس ما أتذكر ولد البناي ولد مسيب واحد كان بيت مسيب هني يسمونهم وبعدين بيت القصاب بيت المشكاب أعرفهم دلين اللي في سني عشنا ودي المعرفة صارت كبر العقل لما رحنا هناك المرحلة تغيرت. وين هناك يعني؟ في شارع شيخ عبد الله فريق الحطب فريق الحطب زين هني لا هني توسعت المدارك. هل تذكر شيء من هذه الطفولة المبكرة بس الواعية بالنسبة لك؟ إيه طبعا من سوالف المنامة سوالف المنامة يعني احنا أعرف الأصدقاء اللي كنا نلعب إياهم نبدأ ولاد العريض تقريبا معظمهم بس على الأخص فيصل الله يرحمه فيصل والجاسم العريض هذا كان لأن هذا قائد يعني شيطان قائد كشفي لو قائد كرة لا قائد يعني قائد فريق زين أذكر دكتور خليل الحداد أذكر منصور رجب بعد
أحمد خلف، ولد خلف أحمد خلف، أستاذ أحمد خلف، هذا أحمد جدي بالضبط، وأقرب إلي من 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 ديلاك يعني ولده. وبعد أعرف طبعا فيصل الموسوي لأن جارنا، بس مو في سنه، هو أكبر شوي. الدكتور؟ دكتور فيصل الموسوي أعرف. غازي يعني تقريبا كان في سن أستاذ غازي. سلمان ديلين كانوا صغار. طيب من معالم المنامة ذاك الوقت شنو تذكر منها الموجودة؟ معالم المنامة اللي دائما في طريقكم تشوفونها وانتو طالعين، يعني نشوف الجيران، نشوف رعاة الدكاكين اللي عايشين يعني. مثلا بالنسبة لنا احنا اللي يهمنا دكان السيد سلمان. سلمان شبر، هذا دكانه هو 24 ساعة في هالدكان. وين موجود بالضبط؟ بالضبط وراء بيتنا على الشارع، على الشارع. هذا البيت وهذا شارع الشيخ عبد الله، هو على الشارع. زين، هذا بعد في ملك، قاعد في ملك مال بيت بن خلف. بيتهم داخل شوية في صوب بيت، وين بيت الحداد، رسول الحداد، بس من داخل. وعندهم خير يعني، عندهم بقر، وعنده اخوان اثنين او ثلاثة، هذا اللي نعرفهم. اعرف ولده الكبير توفى بعد الله يرحمه سيد محمد، واعرف باقر موجود، باقر سلمان شبر، باقر سلمان شبر. على ذكر الأبقار، هل كنتم تشترون حليب من كان موجود في المنامة قبل، يجيبون حتى الحليب من برا أو يبيعونه في الشوارع؟ هذا الحليب نروح له البيوت، أول ما يبيلر نروح له نشتري احنا. وين تشترونه؟ نشتري بيت السيد، يسمونه بيت السيد، بعيد شوية عن منطقتنا، نروح نشرب نشتري الماي مال احنا. الشاي ما يستوي بماي البلبلة، ولا الشرب يصلح كان ماي البلبلة مالح، ولو انه مو مالح بس ما حق غسال وحق هذا اوكي، بس حق شرب وحق شاي، ما حق اكل بعد ممكن. هذه كنا احنا الباخشة ورانا بالضبط، الباخشة اللي في التانكي دي مال المنامة كانت ورانا بالضبط احنا، يعني احنا هذا بيتنا، اذا في السطح نشوف الباخشة. نروح نشتري الثلج، مكينة شو اسمه، يتيم افتكر له، اللي عند البحر، اللي عند البحر مات شو اسمه الفاضل، طريق مسجد الفاضل، مسجد الفاضل مامي. نروح هنا خاصة رمضان، يعني نروح هناك واحنا جهال نشتري الثلج هالكبر، ونمشي في الطريق نلعب، ودي ما نوصل لها الا تاكلونها وتدوب هي. ما تدوب هي. وعندنا الخباز طبعا، المجمع مال الخباز. شو اسمه الخباز؟ الخبابيس ما لهم اسامي، عبد الرحمن ولا عبد الرزاق ولا شيء، ما ادري غريبه. وين يصير اقرب خباز يصير الينا، وين ما تمشي الروف تمشي شوية في على الشارع، يعني مكان اللي يسوي السمبوسة عقبها تكون مدرسة عايشة، يعني هذا الخباز ماله، يعني لأن أنت تروح على الخباز مكان اللي يروح صاحبك علشان تجتمع فيه له. هذه روحة الخباز أول بالنسبة لنا، تأخذ ساعة هذه انطلاقة يعني، ما تتوفر. وتجمع طيب للأحبة هني يعني، ولا يقدرون يقول إنه يعرفون إن الخباز على زحمة. زحمة. ننتقل إلى التعليم، وانت قلت إن عقب ما خلصت الابتدائي انتقلت إلى المنامة الثانوية، ظليت فيها لأي سنة؟ أنا تخرجت سنة 64 65 64 65. يعني فكرت في دراسة خارجية؟ كنت طبعا، يعني أنا روحتي أساسا إلى قسم المعلمين علشان أدرس برا، لأن هذه دراسة المواد المدنية أسهل وأقل تكلفة من دراسة الطب والهندسة وكذا، رسومها مختلفة وأشياء مختلفة أكيد. وظروف كانت يعني، ولا هو الوالد يبغاني أما مهندس ولا طبيب، يعني زين بعد وافق بمدرس لأنه ما يقدر يقول شيء لأنه هو مدرس. فالحمد لله خلصنا هذه الفترة دي، وطلعت أنا من الثانوية
تخرجنا سنة 64-65، عينونا في مدرسة الشرقية الجديدة. الشرقية الجديدة غير القديمة، هو أول مدارس كلها شرقية غربية، خلصت الجهات، الجهات أربع أربع شمال غرب جنوب شرقية، الحين يسمونها عثمان بن عفان اللي كانت في بيت محمد طيب خنجي ولا؟ أيوه هذه هذه هي هذه هذه كانت هناك. زين، فقال قعدت فيها سنة، كان مديرنا علي تقي الله يرحمه ونائب المدير أستاذ عبد الوهاب العريض، وكان يعني أستاذ سعيد جوهر واحد من بيت الدوادي وواحد من بيت العريض سعيد ومن بعد مجموعة يعني ما قاعدة دي الطلبة ما أتذكرهم أنا هم يتذكرون المدرس الطلبة العادة فظليت هني، تالي نقلونا إلى مدرسة أم الحصم من هذه المدرسة إلى مدرسة ابتدائية طبعا ابتدائية بس صار عليك الطريق بعيد؟ لا، كان باص يجي ياخذنا. ها، في باص الوزارة، باص يجي ياخذنا وياخذ استاذ سالم يعني. دكتور سالم النويدري، النويدري كان من بيتهم قدامنا، بيتهم وين الصفافير، نعم هني بيتهم، فهو كان صاحبنا ونلتقي به والتقي في لما درست في بيروت، التقي به في بيروت واروح اياه لدمشق، وسنة واحدة سوينا، أنا مستغرب شلون نساني سنة واحدة سوينا، احنا كنا لما نخلص الامتحانات في بيروت ناخذ التريب رحلة إلى دمشق، ومن دمشق نطلع على عمان، ومن عمان نروح العراق، فسنة واحدة كان ياي أنا وسالم بس، شجعته وشجعني ورحنا، وكان يعني في هال مجموعة مالت بيروت، وكان يعني دكتور اسمه عبد النبي، صورته موجودة بس أنا ناسي أبوه. عبد النبي هذا بيتهم وين ما تملك ليتي مني، هني بيتهم، دكتور مال أطفال، بس هالأيام ما أشوفه يعني، ظل مدة ويانا هني يعني، حتى جونا البيت وزيارة يعني زارونا كذا مرة، بس ما أشوفه في وين. طيب، إذا الدكتور سالم الله يعطيه الصحة والعافية كان زميلك في هذه المرحلة، في أم الحصم كان وياك؟ في أم الحصم أنا ما أتذكر. الحين لما شفت الصور أنا واقف وراه، نعم، في الصورة في اللقاء اللي سويته مع الدكتور سالم، أنا هاكو أنا هذا كنت وياه أنا، الحين أبغى أتذكر يعني. طيب عقب أم الحصم كم ظليت في أم الحصم؟ أم الحصم كانت آخر، رحت أم الحصم، عقب أم الحصم طلعنا اختارونا لبعثة المعلمين، بعثة ما كان معلمين، معهد ما مسوينا، ما مسوينا، كان أخذونا إلى رأس الخيمة على تكلفة حكومة البحرين، ندرسون في رأس الخيمة، ندرس في رأس الخيمة، فودونا. هاي سنة كم؟ 67. ظليتم كم سنة في رأس الخيمة؟ أربع سنوات، والأربع سنوات دي يعني كانت مرحلة تقول عنها تغيير تماما لشخصياتنا ولحياتنا، لأنها غربة وسفر وغيرها، غربة فرصة، فرصة أنت تطلع من بيئة وتطلع في بيئة جديدة، زين يكون عندك وقت وعندك فراغ، والمنطقة اللي قعدنا فيها في رأس الخيمة اللي هي منطقة النخيل يسمونها أو النخل، هذه ما فيها أحد يعني، بيوت خالية وكذا، يجونها يقيضون فيها رأس الخيمة، فكان عندنا فراغ ما في، فهناك صقلت الشخصية بشكل آخر يعني. أيوة. طيب لما رجعت البحرين وين توجهت يعني؟ أنا هناك رتبت شيء اللي غير حياتي، اللي هو وهو الدخول الجامعة بيروت. انتساب وروحة، لأن المدارس هناك اجازتها أربعة اشهر ما شاء الله، فاذا انا حالا اجي البحرين انا اعتبر نفسي ما كنت موجود اربع سنوات في البحرين، اجي يومين ثلاثه انا حاجز الى بيروت، تعيشون هناك الاربع اشهر، هناك اربع اشهر، وعقب الاربع اشهر ناخذها بعد
سبوعين ثلاثة الرحلة اللي قلت لك عنها إلى أن نوصل البحرين. فهذه غيرت. رجعنا ودوني أنا ودوني مدرسة سلمان نعيم. نعم. ودوني نعيم. نعم إعدادية كانت. كان إعدادي. إيه. ودوني إعدادي ومتأخر. وصار عندهم زيادة يعني ودوني ثانوية مدينة عيسى هاي في السبعينات أكيد إيه ودوني هذا وهني طبعا مجموعة كبيرة من جماعة البوري وعالي والمناطق المحيطة كلهم يعرفوني أنا مدرسهم هنا كان المدرس المدير من المدير خلا أقول لك مصطفى جعفر ولا غيره مصطفى جعفر ايه. وسكرتير ماله هاشم العلوي هاشم العلوي زين ومجموعة كبيرة من المدرسين ودي هذه قعدت فيها أنا سنة التقيت بمحمد عواض الله يرحمه أبو مدعث الممثل هناك في المدرسة إيه كان يعني صاحبنا وأخوه أخوه الرسام إيه محمد ناحي مرزوق إيه أخوه رسام كان صحيح وجينا نقلوني من هناك الى وين الى شوف هي مسه ام الحصم اخر شيء ام الحصم من هناك نقلوني ام الحصم زين لكن انا ضيعت الحين فتره واحده اللي هي السلمانيه صرت يعني في السلمانيه صرت في السلمانيه عقب ما نقلوني من ام الحصم ايام المهزع ولا من كان مديرها عبد الله المهزع الله يرحمه الشيخ عبد الله المهزع وكان السكرتير احمد ضيف ويانا باقر صاحبنا باقر الله يرحمه باقر السلمان ضحكت على سات قراطه كان في المدرسه يدرس رياضة يقولون يعني ما في بس بالي من عبد الله وليد عبد الله وليدي الله يرحمه هذا جاء مدرس عندنا يعني من سنة أقل منه في السلمانية يعني صار لا صار في أم الحصم أم الحصم لأنه من هناك ساكن أم الحصم صحيح وأستاذ بن علي وأستاذ سلطان ومجموعة من الشباب أم الحصم المتعلمين درسوا في نفس المدرسة ورجعوا مدرسين فيها طيب انت بيروت خلصت الشهادة الكاملة خلصت الشهادة الكاملة زين سنة اللي كنت في السلمانية رحت وخلصت بقت علي مادة واحدة لازم أروح في أكتوبر أقدمها أخذ الشهادة أكتوبر بداية المدرسة اي بدايه الجامعه هنا يعطونا اجازه اعطونا رخصه في اكتوبر اللي صار ان هذه السنه انا انضربت في الماده هذه لان تزوجت فانشغلت شوي انشغلت طبيعي يعني ورحنا انا وزوجتي نقدم الامتحان انا اقدم نهائي وهي تقدم سنه ثانيه او ثالثه ما اذكر بس هي يعني ماخذ الامور براحه يعني زين طيب فرجعنا على الماده قعدنا كم شهرين ورجع وخذنا خلاص ختمت الشهاده ختمت الشهاده وين بعدين واصلت العمل ولا اتجهت الى المحاماه اتجهت للمحاماه الوزاره طلبت وزاره التربيه قالت لنا نحتاج يعني ذاك الوقت خريجين حقوق ما في يعني قالوا نحتاج الى نوديك هناك الوزارة قلت لهم لا قلت خطي هذا ما أحب أن أكون موظف وكذا لأن شوية أضوج من التعليمات اللي ما تطيح على بالي يعني فرحت قدمت إلى الوزارة ذاك الوقت ما يبون شهادة أصلا روح سجل وخلاص بعدها طلعت وأنا عندي الشهادة وشجعني من شجعني المرحوم سالم العريض سالم أبو جواد صحيح هذا شجعني لأن احنا بعد فريق واحد له فريق الحطب هم هناك بعد يعني حصلت على شهادة المحامة ولا لا بنفس شهادة بيروت شهادة المحاماة ذاك الوقت ما يحتاج تدريب مثل اليوم ما يأخذون عليك سنتين تدريب أنا بالنسبة للتدريب دربت كثيرين فالممارسة عندك عالية يعني لو بالله عليك أنا إذا
بروح انا بياخذون علي تدريب، من بيدربني؟ كلهم اللي موجودين انت مدربهم؟ لا مو انا مدربهم، ذاك الوقت ما مدربهم انا. بس كلهم اولهم ما عندهم شيء اسمه تدريب. وهو التدريب كان في الحقيقه مو في القانون، لان القانون يفترض انت درسته تعرفه. في كيفيه التحدث للمحكمه، معامله القاضي، معامله الموظف، معرفه اللوائح، ما لوائح، وهذه اشياء يعني واحد يفهمها. حاطين لها سنتين عشان تقوى عيونك في المحكمة مثلا. يعني المحامي لازم تكون عيونه قوية وطليق اللسان طبعا. يعني هذا مشكلة يعني مأخوذة عن المحامين. يعني المحامي يحتاج إلى شيئين، سلمك الله، يحتاج إلى يثق في نفسه ويخلي موكله يثق فيه ويدير القضية كما هي في ملف اللي عنده، مو كما يقوله الموكل، لأن الموكل دائما يشرح لك الأمور بما يتفق مع هواه. أنت ما تقدر تمشي على هواه. صحيح. زين، لأنه هو جاي إنك يبى الأشياء الحقيقية. يجيك واحد يقول لك أنا والله خسرت 1,000,000، لازم تطلع المليون من وين صارت. ما تجي تروح تقول أنا والله أطالب 1,000,000، لا، انت تورط روحك. فيعني هذه هي العمليه، والناس المهم تثق فيك وتكون انت محل الثقه. الان ندخل، متى تركت التدريس واتجهت فقط الى المحاماه؟ يعني ما لك علاقه بالتدريس تماما. اللي دخلت في المحاماه سنه 72 73، يعني السنتين ديلين سجلت رسميا. اي وحتى عندنا التسجيل مالنا. طيب. مسجل في 73. فتحت لك مكتب؟ فتحت مكتب وين؟ ابراهيم المنصور. ماله، تعرف المكان ماله؟ في شارع المهزع. في السوق. نعم. من التناكة. ها؟ نعم. 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 ما تروح الى مطعم مال يسوي الكباب، شو اسمه؟ مندلي. مندلي. زين. ومندلي مني، وبيت المهزع، الشيخ المهزع على صحيح يسارك. صحيح. ومسجد المهزع في مسجد صغير. هذا كان في مكان ملك جماعة بيت أبل. نعم. أبو حمد عنده بناية مسوينها، بيسويها فندق، يعني مسجل عليه فندق، فندق مشهور درجة خامسة يعني، بس ما المكان ما. المهم انه حولها الى حجر تتأجر. قبل لا تطلع لفوق، اول طلعت الدرج في حجرة كبيرة وفيها مقسمة قسمين، انا اخذتها. كان فيها واحد اسمه كان عبد الرسول الطربوش، مقاول. هذا من كان في المنامة، بس هو من جماعة القرى. فقالوا لي جماعة هناك هذا يبي يبيع المكتب ماله. قلت له لا أنا بشتري. رحت له، عرفني طبعا لأنه في المنامة، يعني جماعة المنامة ويعرفون بيت السماك وبيت شموهم بديب. هني كان، بس هو بيتهم في ما شفناه صغير، يعني جاء شوية كبير. قال لي والله 700 دينار، تأخذ كل شيء، تأخذ الطاولة والتلفون. مو شوية ذاك الوقت المبلغ يعني؟ لا مو شوية. هذا المبلغ هي كل المكافأة اللي أعطتني إياها وزارة التربية على سنوات خدمتي. 3 سنوات هني واربع سنوات في راس الخيمة. 700 دينار في السنة. 100 دينار. كم معاشاتنا اول؟ 45 دينار. انت يوم كنت مدرس كم تاخذ كنت؟ 45 دينار. 45 دينار. اي 450 روبية قبل يسمونها. لا يعني. كانت اول معاش استلمناه بالدينار. بالدينار ها. اي اول معاش استلمناه هناك. يعني في الستينات جت دينار صح. اي بس مثل ما تقول 450 للحين ما اكلت التضخم. التضخم هذا شوي ياكل،
تتفاجأ أن دينارك تالي ما يسوى شيء. صحيح. وهذا إحنا موجود الآن يعني. صحيح. ما يصير. صحيح. أنت كل ما ترفع الأجرة السوق رفعت عليك الأسعار. أكيد. يعني فأول راتب استلمته 450 روبية 45 دينار. 45 دينار. طيب وفي المحاماة أول أجرة أول قضية ترفعت فيها؟ أول قضية ترفعت فيها وكسبتها الحمد لله 300 دينار. زين. فرق واجد. فرق واجد يعني. يا المهم اشتريت المكتب هذا. اشتريت المكتب ودفعت له اللي أخذناه من عند الوزارة وقعدت فيه. زين. عندك موظفين كانوا وياك؟ لا أنا بروحي وعندي موظف كان يشتغل في الدي ما أريد أقول اسمه. يجي العصر. يتيب لي تايب رايتر يعني الأشياء المهمة والرسائل المهمة يتيبها على الأجهزة القديمة التايب تك 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 هذا التك تك موجود بعد اشتريته ويا المكتب ما شاء الله زين وهذا المحامي الموظف في الأخير صار محامي بعد ما شاء الله وصار زميل لي بعد هو يشتغل في المحكمة أمين سر فهذه بعدين الأمور يعني كنا احنا في السبعينات يعني تغيير اقتصادي هائل كان صحيح تغيرت الأمور خصوصا عقب 73 صار تغيير كبير يعني 73 زاد النفط أول 4 دولار صار مرة واحدة 25 دولار ولا ثلاث هاي تتغير في حياتك فقلت أنا خلاص المكتب ده ما يناسبني يعني أدور ولا كانو تاور وين بناية كانو انت داخل على كانو من السوق ما مش بناية فيها باركينج تحت صحيح هذا يسموه كانو تاور الحين مسمينا زينة ما ادري شي محل باسم زينة مسمينا اعتقد على اسم احد اللي في منطقة الفنادق وعند السفارة هني لا في السوق في وسط السوق هناك تركوها الآن هناك ما يمكن يسوونه متحف أو شيء الآن ما أدري والله الحين فيها سوق وفيها الحين صار التور مالهم هناك عند الفنادق والسفارة هذا هالأيام ديك الأيام اللي أتكلم عنها هذه المنطقة الدبلوماسية يدوب كانوا دفن ما صار في شيء فيها أول شيء دفنوه أول شيء سووه قال فوتيل وهذه كانت أرض خالية أرض يعني بحر ودفن إذا أخذت مكتبك في كانو تاور في السوق اللي في السوق اللي عند مكاتب هاي مكاتب كانو يعني من البداية تمشي يخلص عندك شارع يدخلك على باب البحرين صحيح هذه بعد يوديك باب البحرين على السوق المسقفة يوديك وهذا يرجعك وينه يرجعك يتيم ما يتيم عبارة في المنامة يعني فهذا البناية أخذتها أنا أخذت الدور السابع فيها وقعدت فيها والله كم سنة يعني وكنا أنا موجود والله يرحمه خالد دوادي خد صفي مكتب كله محامين يعني محامين لا مو كله اللي كانوا وياي بس وأخذ حميد صنقور الله يرحمه مكتب ثاني جاء في إنجليز هذا بعد في صف مكتبي كلنا في الدور السابع وقعدت في المكتب سنوات إلى 2000 إلى 2000 تقريبا والزباين هنا كانوا يجونك يعني ما يضايقون يعني من الموقف في موقف تحت في موقف أول ما عندنا مشاكل الموقف هذه تشوف المحكمة القديمة صحيح. شفت البراحة اللي داخل هذه تكفي القضاء والمحامين والضيوف في المواقف من عنده سيارة أول وكل واحد عنده سيارة صحيح فشيء يعني عملية المواقف شيء ما محسوب إنه واحد نايم أحلم وقعد هذا على ذكر السيارات والسياكل أنت في البداية صارت لك هذه وسائل المواصلات مبكر يعني رحت المدرسة على سيكل استخدمت السيارات سنة لما رحت الثانوية كنا نروح أول سنة مشي ومشي بعيد من هنا إلى المدرسة رايح وجاي من الشيخ عبد الله إلى هناك فأنا خد سيكل اشتروا لي سيكل زين فسيكل تعرف رايح جاي وهناك الصبيان كلهم اشتروا لهم سياكل ما يحتاج تدريب كبير على السيكل يعني مجرد لا تعلمت السياقة من مثل غربية مثل غربية
تعلمت السياقة، العصر أروح هناك بالسيكل وأدور 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 وتعلمت السياقة. ويقول لي أبوي وين تروح؟ أقول له أروح نروح نراجع في المدرسة. تغطي على الموضوع يعني. طيب والسيارة متى حصلت عليها في المنامة؟ السيارة شوف أنا أخذت الليسن عمري 14 سنة. ما شاء الله. الليسن. الكتشة. الكتشة يسمونها. الكتشة 14 سنة. بس رحت رأس الخيمة. ما قدرت أكمل هني. ويعني ما رحت تراي ولا شيء كذا، رحت رأس الخيمة. رجعت من رأس الخيمة كنت مشغول بمسألة الزواج والتخليص ودي خلاص يعني أبا أغطي المرحلة هذه ننتهي منها. خلصنا من دي المرحلة، رجعت متزوج ما عندي سيارة ولا عندي ليسن، ما أخذت يعني عندي كتشة بس أنا أعرف للسيارات في رأس الخيمة، تعال اركب ديك الأيام ليسن ولا مرور ولا شيء، فمشي لاند روفر كذا أيوان أجيني. فأنا عارف اشتريت سيارة سكن هاند 150 دينار اشتريتها وأنا ما عندي ليسن، ما عندي ليسن زين، وتالي يوم أخذتها يعني أودي زوجتي وأودي شيء وسو عادي أمشي يعني. والشوارع كانت بسيطة قبل. إيه بسيطة. صادني موقف يعني مضحك في الموضوع ده. لهو. كان أنت تروح تأخذ الموعد من عند ضابط البحريني يعني اللي هو معاودة، ضابط المعاودة وكذا، تروح لهناك. أنا بالسيارة مالتي أدش القلعة. القلعة هذه اللي تشوفها فيها كانت مفتوحة، وديش تبرك سيارتك وتروح للمرور فوق. أخ أستاذ وش تبغى؟ قلت له والله بموعد. حق من؟ قال حقي. أعطاني موعد ورعاني بعد على أساس يعني أعطاني الموعد. قمت وحولت، ما حولت اللي هو مخلص شغله ومحول ورايي وسيارته واقفة عند سيارتي زين، وأنا ما أدري وأشوف الحوس، أنا حوس في هذا ببطل السيارة وركبت ضربت سلف وأنا طالع له من السيارة يطالعني قال هاي توجه يأخذ موعد وحين تدرب وخلص. لكن إيش سوى في الذي هذا؟ أخذ علي امتحان بالصدفة يعني أخذ علي امتحان رسبني بحجة وإيش؟ بحجة أنه يسوق السيارة بإهمال يعني متعلم على ثقة زائدة. ليش؟ قالت حط يدك كذي زين صار لي سنة وشوي. هو واحد حريص مثل ما نقول يعني. إيه هو حريص وهو شاك في الموضوع ما يقدر يقول لي ما فقد الدليل ذاك الوقت، فحطها في ذي. مرة ثانية دشيت مع واحد آخر نجحني. زين. هذه السيارة بعناها أخذنا سيارة جديدة. لما أخذنا السيارة الجديدة كان أيام التوسع في السيارات والشوارع. توسع مو بس توسع في السيارات، إنما الدخل الوظيفي تغير. يعني أنا اشتريت سيارة جالنت، كانوا جايبين سيارات جالنت ب 1200 دينار. وكان عليهم عرض جيب سيارتك القديمة وخذ الجديدة بهالعرض. خذ الجديدة بهذا العرض. كان السيارة واقفة وين سوق الجت اللي في المنامة عارضينها هني. أنا حالا طالعت سيارة جديدة وجابانية، وش جاب أول ما يحبون الجاب بيجوب. أنا ما عندي هذه كتشرة دابحتني السيارة دي. رحت هناك التقيت بالله يرحمه علوي. علوي هذا صديق اللي يشتغل عند الزياني أول مال السيلمان. قال لي أبا شيكها. قال بنعطيك فيها 300 دينار زي أنا ماخذنها ب 150 زين. ربحت فيها ولا تكلمت؟ قلت له والله على الهواء. خدها ودي وقعت الأوراق والباقي أقساط 300 كمقدم زين، والباقي أقساط أقساط بسيطة بعد. أعطاني السيارة الجديدة وجيت ما شاء الله. طيب المكتب المحاماة ما ظل في المنامة؟ لا هذا في المنامة. إيه؟ بعدين صغر علي المكتب. فقررت أروح مكتب أكبر في 4 غرف. رحت
وين بناية بنك صادرات قدام تشارتر في الدور الثالث أو السابع ما أتذكر أو السادس. أخذت مكتب هناك 4 غرف. كان ياي أحمد جاسم جي عبد الله الشملاوي جو عقب ما بعتي جو هني في المكتب، محمد السيد يوسف الله يرحمه جي، ومحمد حسن الحسن ويا صلاح علي رضا هاي سمعت عنهم دي هذا لين بعد أخذوا المكتب وقعد فيها إلى 2000. البيت الصغير اللي أنت كونته سنة كم ويا أم أحمد؟ سنة يعني فرق يمكن سنة، سنة 71 72. تقول كانت زميلتك في الدراسة؟ أي كانت زميلتي في الدراسة، وطبعا هي التحقت بعد سنتين أو ثلاث جامعة بيروت من أنا التحقت، فهي كانت سنة أولى أو ثانية. وبعدين بالنسبة لدراستها صارت الحرب الأهلية اللبنانية، فهي انقطعت 4-5 سنوات. في الأخير اضطروا يسوون الامتحان في الإسكندرية، صحيح، فأنا أخذتهم وأخذت الجهال ورحت الإسكندرية وسوت امتحانه هناك. على فكرة من أي عائلة هي أم أحمد؟ أم أحمد عائلة السماهيجي. السماهيجي أمها عواطف السماهيجي، أصير بنت عمتي أمها، وأنا ماخذ بنت عمتي، يعني أهلية في نفس العائلة الإسرائيلية. أمها مربنها جدي مثل ما ربى أخوها محمود، لأن محمد السماهيجي الله يرحمه توفى في بيت جدي، توفى في بيت جدي وكان عنده ولدين محمود أبو بديع وأبو شفيع وأبو دلين، وكان عنده عواطف أخذها حسن السماهيجي وجابت وجيها أم أحمد. زين، فأولا يعني إحنا مثل أهلية نعرف بعض أهل، ما يعني فتعرف بعد النصيب. فالزواج كان مثل ما يقولون دهنا في مكبتنا، يعني مو بعيد عن الهدف. أكيد أكيد، وتوفقنا الحمد لله. والذرية كم عددهم الآن؟ أنا سلمك الله عندي 8، 3 أولاد، 2 منهم تزوجوا لهم، واحد أحمد، ومن أحمد وأديب ما بقول لك الثالث. زين، والبنات طبعا زوجناهم كلهم والحمد لله كلهم زيجات محترمة من عائلات محترمة. الحمد لله. زين، وعندي الله يزيدهم إن شاء الله ويزيدهم 22 حفيد ما شاء الله. أنت الحين ما تشوف الطاولات هذه مال ويش؟ لا لا لا. أنا ما عندي فندق عشان يجون البيت العود، يعني الجمعة هذا باكر إذا جيت هني. هذا صار البيت العود الآن، هو البيت الصغير صار البيت العود بالنسبة لهم يعني. طيب، في أحد منهم أخذ نفس خطاك أو خطى الوالد في التدريس أو في المحاملة أو شيء؟ الأستاذ صالح أخذ الخطأ، أخذ قانون، درس قانون، بس راح في مكتب المحاماة كانوا يتعاملون بشتى، يعني يتعاملون محاكم ما محاكم تسجيل ما كل القضايا يعني. أكثر وسع يعني عندهم، وبعدين يتعاملون أنا كمحاميهم، فهو يعني بيتعامل مع أبوه. إذن هذا هو الابن الثالث، هذا اللي عرس. وقراءاتك هل ظلت فقط في المحاماة؟ لا، قراءات واجد كان عندنا، خاصة في بداية حياتنا، يعني في أول ما تخرجنا من الثانوية وفي الثانوية قريت أنا الكتاب معظمهم من مصر، ومن روسيا ومن الشام. يعني ماكسيم غوركي وهي كانوا من تولستوي من قراءاتك يعني. من وين تشتري الكتب؟ من ماحوزي ولا عبيد ولا؟ لا، من عند المكتبة اللي مالت المهزع. مهزع، مكتبة اللي شارع دي هذاك عند بناية دلمون كانت. أيوة، المقابلة دلمون. ليش؟ لأن هذا كان يتعامل، أنا أتعامل إياه، الرجل هذا خدم الشباب يعني، كانت ترد إليه
كل مذكرات الجامعات وكذا ويروحون ياخذونها من عنده بدون مقابل. ما شاء الله. فيعني هم يعني خدمه يقدم. إيه خدمه ثقافيه مهمه دي. يعني انت اول منو عنده الـ الـ عنده يعني عنوان على البيت يروحون له يدق الباب يعطيك؟ ما مش الحين انت ما عندك عنوان، عندك صندوق بريد. انت روح للصندوق البريد افتح. فلولا هذا الرجل وخدمته الى 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 الشباب كان يعني انا اعرف مجموعه كبيره من كل الطوائف. يعني لا تقول لي حق طائفه وطائفه، لا، ما هذا لين البيت هذا ما عندها السوالف. فأخذت كتبك معظم ثقافتك من هناك يعني؟ هم هناك في بيروت أنت تتفق مع مكتب خدمة الطلبة، وفي واحد اسمه سليم خليل هو هذا صاحب المكتب، يجي البحرين يشوف دي مقابل مبلغ من الماي تعطي من المال تعطيها إياه، يطرشهم وين وما يجي يجيبهم لأنه يطرشهم للمكتبة. وأنت تروح المكتبة تأخذها. يعني يجيك ظرف فيه كذا تروح تستلمه وتفتحه وما له شغل فيه، هذا ما له شغل فيه. يعني مكتبتك منوعة ليست فقط في القضايا القانونية أو المحاماة. المكتبة عندي ثنتين، واحد في البيت هني هذه فيها كتب وفيها بعض القصص، ولكن يعني بعض الكتاب وفيها سيد قطب ما سيد قطب وتفسير القرآن، يعني على أساس أن أحفادي وأولادي ممكن يطلعون عليها، لكن بيني وبينك ما حد يطلع. اليوم هذا هالتلفون مجنن العالم. اليوم السوشيال ميديا والتلفزيونات والكذا ما مخلي يعني شيء يعني. طيب أنت أكيد ما زلت ملتصق بالمنامة، لكن سكنا متى تنقلت من المنامة؟ سنة كم تقريبا؟ تزوجت رحت سكنت بيت خالي محمود، لأن كانت زوجتي يصير ولد خالتي أنا ويصير خال زوجتي، فلما رحنا شهر العسل ورجعنا هي حامل. قال لي لا تطلعوا من البيت. أي بيت؟ إلا في الكفول. في الكفول. وقعدنا أعطونا حجرة وقعدنا أشهر يعني إلى أن وضعت. خلال هالفترة أنا استأجرت لي بيت من مدخل السكية، بيت محمد حسن العريض. نعم. فيلا صغيرة بحديقتها، وجاري كان من جاري كان شو اسمه هذا مال الأنور. أنور مال الجريدة أخبار الخليج. أنور عبد الرحمن. عبد الرحمن. هذا كان هي فيلتين، مدخل واحد حديقة وبعدين مدخل رئيسي، هو شقته على الشمال وأنا على اليمين. كان جاري يعني يعني يوميا طالع. هذا أول خروج لك يعني زحفت من داخل المنامة إلى خارجها يعني. هذه وكنا في المنامة. إيه هاي كنا يعني المنامة. لازم نروح بيت أبوي ونروح بيت شو اسمه، نروح بيت عمي مثلا أم أبو وجيها، نروح بيت خالي الكفول، يعني عائليا واجد مرتبطين إحنا بهذا الأمر. وبعدين جينا هني يعني أنا اشتريت لي في السبعينات ولي كم أرض وكذا كانت رخيصة. اللي هي بقوة؟ هذه مو بقوة الحقيقة، هذه يسمونها شو يسمونها نوع من الحلوى يسوونه مو بقوة، هذه اللي احنا فيها مو بقوة. بقوة تبدأ من عند من القرية نفسها يعني الصغيرة. هذه محت الاسم دي. هذا الاسم القليطي يأكلونه. القناطي. لا مو قناطي. مو القناطية، مو الحلوى القناطية. حلوة. هذا أنا عرفته لأن اشتغلت عندي محامية وللحين تشتغل. اللي تقول أنا كذي اسمها فلانة. قلت له هذا وين هذه المنطقة؟ شرحت لي طلعني وقالت هذا نوع من الحلوى مشهورة في البحرين. فش اسمه والله له اسم حلو. يعني هو اللي معروف الزلابية والرهش والكذا وال. القبيض. القبيض. ايه القبيضي. ايه القبيضي. هاي صارت عائلة. موجود. ايه القبيضي. محمد القبيضي
كنت أسميه أنا محمد مكي في المحكمة كان يشتغل. يعني هاي المنطقة اسمها القبيض؟ القبيض. وتسمية على أن أهاليها كانوا يسوون الحلوى هذه. سمونها القبيض. هذاك أسميه الهدار الهدار الهدار. ويقول لي نعم يجاوبني. تالي قلت له تعال لأن بنت عندي. قلت له هدار أنا صار لي سنين أعرفك. وأقول لك يا الهدار تعال ويا الهدار روح. كاش سوي ياك انا انت مجود علي الهدار بعد كثير الكلام يعني يقول ايه هدار بس قال انا مو الهدار هدار ذي اللي موجودين انا كنت في كرزكان ما ادري وين وفي عائله الهدار واجد هناك انا مو منهم انا القبيط القبيط طلع من هني يعني طلع من هني على كل حال انا كان ابغى اقول كلمه على على تفضل. على هالبرنامج المفيد والجميل زين والذي ينشط التذكرة الإنسان لا شيء بدون الذكرى ولهذا هو حديث الذاكرة حديث الذاكرة الإنسان الله خلقه لأن يكون مختلفا عن باقي الحيوانات والمخلوقات الأخرى بنعمة الذاكرة العقل صحيح. وحاول هذا الإنسان من أول يوم اللي كان عاش في الصحراء أو عاش في الغابة أن يشغل هذه الذاكرة ويكونها على بعضها بعض ويعرف هذه التفاحة متى يأكلها لازم تصير حمرة لأن أكلها خضرة ومرة خلاها تصير حمرة فنبهت في ذاكرته وبدأ يزيد الذاكرة بس ذاكرة الإنسان تحتاج إلى مساعد فطلعت المسجل وطلع التلفزيون وطلع التسجيلات بعد سواها العقل الإنساني هذه بعد سواها العقل الإنساني ولولا هذا التراكم في الذاكرة لما كانت الإنسانية اليوم فعلا. يعني أنت لم تستطع أن تصنع السيارة بين يوم وليلة أكيد. أو الطيارة خبرة تراكمية هي خبرة تراكمية أنت ما كنت تعرف أن هذا الحب اللي هو السنابل اللي موجودة أنت تزرعها وتخليها وتالي تطحنها من علمك ما نزل عليك واحد المخك هذا اللي هو مرتبط بالمخ الكبير الخالق سبحانه الخالق وتعالى هو اللي علمك وتالي تسويها خبز وتسويها روتي وتسويها كيك وتسويها هذا كله شنو هذه الذاكرة فيعني هذا شيء يعني تتميز به الحلقات هذه ويتميز بها صاحبها